السلام ومرحبا بكم في هذا العدد الأول من برنامج إلى متى؟ إلى متى؟ باش يكون في شكل مجموعة من الأسئلة، الإشكاليات، المشاغل، الانتقادات أيضا اللي وجههم المواطن للمسؤول. إلى متى في حلقته الأولى اختار أنه يهتم بأكثر حاجة تهم المواطن التونسي وهي قطاع التربية. إلى متى ستتواصل حالة الاكتظاظ في الأقسام واللي قبلها النقص في الإطار التربوي؟ وأيضا النقص في الأجهزة، إلى متى ستعاني مؤسساتنا من مشاكل الصيانة، التزود بالماء الصالح للشراب؟ باختصار، إلى متى ستتكرر هذه الصور مع كل عودة مدرسية؟ إلى متى سيتواصل نزيف الانقطاع عن الدراسة في بلد بلغت نسبة الأمية فيه 19.1%؟ إلى متى سيتواصل الخلاف مع النقابات التعليمية؟ وإلى متى سيتواصل الحديث عن الإصلاح التربوي الموجود على الورق المفقود على الواقع؟ للإجابة عن كل هذه الأسئلة وغيرها يسعدنا الليلة وأن نكون ضيف الحلقة الأولى من برنامج إلى متى، كما قلت، السيد حاتم بن سالم وزير التربية. أهلا وسهلا بك سيدي الوزير. أيضا في البداية خليني نرحب بزميلي وائل توكابري اللي باش يرافقني في هذه الحصة من خلال التحليل وأيضا الأسئلة. إذا قبل ما نبدأ وطرحنا مجموعة من الأسئلة، ولكن لازمنا نمر بتقرير يحوصل العودة المدرسية اللي صار لها توا تقريبا نحو أسبوعين. شوفوا تقرير حول العودة المدرسية مع زميلنا نزار الزغدودي ونواصلوا الحديث. رغم المجهودات الجبارة والحثيثة من قبل السلطات المعنية في إنجاح العودة المدرسية وتأمين ظروفها، فإن للعودة وجه آخر يكشف تواصل ذات المشاكل تقريبا، خاصة بالمناطق الداخلية والحدودية. تواصل معضلة النقل المدرسي، نقص في المدرسين، ضعف البنية التحتية، عدم جاهزية عدد من المؤسسات التربوية، وتعطل الدروس منذ اليوم الأول في البعض منها جراء أشغال إعادة التهيئة الجارية وعدم جاهزية الأقسام والوحدات الصحية. نقص الحاجة الأولى هو الماء، ما فيهاش المدرسة تعب الأخر، هاك شوفي الماء يمول فيها الشخص هذا من عنده بالماء. وبين أمل الأولياء وفرحة الأبناء بالعودة المدرسية، تبقى التكلفة المادية أبرز المشاكل اللي يعانيها التونسي، وينأكد المعهد الوطني للاستهلاك أن تكلفة العودة للموسم هذا ارتفعت ما بين 11 و24% مقارنة بالسنة الفارطة، في ظل الارتفاع المسجل في أسعار بعض المستلزمات المدرسية خاصة منها المستوردة، فضلا عن المطالب الإضافية من قبل الأساتذة والمعلمين. الكتب غالية، الكراسات غالية، توصل الكراسة بون بخيمير الحق مشكو، أما توصل في السكوندير الكراسة 15,000 وتوصل واحد. بصراحة الولي قداش باش يشري من كراسة، واللي يخدم وحده قداش باش يشري من كراسة، واللي ما يخدمش، الناس اللي ما تخدمش قداش باش يشري. تتفاجأ بعض المعلمين باش ما نقولش كله، بعض الأساتذة يطلبوا في طلبات مجحفة، أنواع نتاع كراسة حتى مستوردة ب 10,000 وب 20,000 وب 14,000، اللي يثقل كاهل المواطن وبكل صراحة يدرع خواطر حتى الولي والتلميذ. هذيك مربوطة بالأساتذة، هو شنو يطلب؟ معناها واحد يطلب حاجة غالية، واحد مفروض هما معناها يكونوا متعاونين مع الأولياء، إذا كان السلطة متاعنا مش متعاونة يكونوا هما متعاونين معنا، معناها يحسوا بالمواطن، خاطر هما معناها دي سالاري كيفنا. كل شيء يولي بفلوس، عمومي مدرسة عمومي، كل شيء غارد هاي تيد هاي روضة هاي، كل شيء بفلوس. بالتوازي مع كل هذا، يبقى تقطع الموسم الدراسي وتوقف الدروس بين الحين والآخر من أبرز مخاوف الأولياء، في ظل الشد والجذب المتواصل بين نقابات التعليم وسلطة الإشراف خاصة، وأن عديد الملفات ما زالت عالقة بين الطرفين ولم تعرف طريقها للحل بعد. بالإضافة لظواهر الانحراف اللي أصبح يشهدها المحيط المدرسي ولو بنسب قليلة. التعليم العمومي ماشي وتفقد النجاح متاعه، خاصة أمام أنا استفحال الظواهر ذي متاع الانحراف. ما ننساوش معناها الضغط النقابي، معناها يعني كل مرة وتشوف معناها تلامذة يتأثروا، هاو أساتذة مضربين، هم أساتذة مقرفين، هاي أسباب معناها أكثر من أمخاخ تاع تلامذة. التعليم اليوم مش في، أنا بعض التعليم اليوم مش مستقر،
هم قرو هاو قريف هاو النقابة هاو يهدد هاو تلام دخلوا بعضهم. ذات الإشكاليات وذات التساؤلات تتكرر مع كل انطلاقة موسم دراسي جديد، لكن الأكيد أنها لن تعيق آمال زيزملاين و88 ألف تلميذ و156 ألف مدرس ومن وراءهم الأولياء والإطارات الحكومية والنقابية في العمل على إنجاح هذا الموسم. كان هذا إذن تقرير نزار زغدودي ومونتاج أنيسة الزواوي. سيد الوزير، مع كل عودة مدرسية دائما نمني نفس بانفراجة في قطاع التربية، ولكن سرعان ما يفاجئنا الواقع بغير ذلك. مشاكل هي نفسها تقريبا تتكرر كل سنة، اكتظاظ في الأقسام، فما أقسام يفوق العدد 40 تلميذ، فما معلمين وأساتذة ناقصين في عدد من المؤسسات التربوية. تقريبا أسبوعين من بداية العودة المدرسية وفما معلمين مش موجودين في عدة مدارس، فما أشغال صيانة قاعدة ما زالت إلى حد الآن. وربما أكثر صورة صدمت الناس الكل اللي وقعت تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي في المدة اللي فاتت الكل، هي كل أستاذ اللي خرج تلامذته باش يقرا ويقريهم البرة لأنه ما ينجموش الحس متاع الأعمال الصيانة اللي في المعهد. علاش مع كل عودة مدرسية ما نكونوش محضرين رواحنا 100% باش نبداو سنة دراسية؟ أولا شكرا على الاستضافة، ونحب أن نأكد قبل ما نبدأ في الأجوبة متاعي اللي أنا نعتبر نفسي مش من مدرسة إلى متى. أنا من مدرسة العمل والإنجاز والنتائج، مع سوء حظي أنا في مجال اللي النتائج ما تبانش فيه في وقتها. وهذاك علاش السؤالات متاعك أنت سألتهم بالطريقة هذه. بالنسبة خاطر احنا ننساو فيسا، أنا يزمك تعرف اللي الخمسة سنوات الفارطة 80 ألف تلميذ ما يدخلوا الفصولهم إلا في أواخر شهر نوفمبر. السنة اليوم في الوقت اللي نكلم فيه 99% من التلامذة في الفصول متاعهم. ولكن أنا اليوم زادة ما نقبلش للتلميذ واحد يقعد مش في فصله. شنو الإشكالية؟ الإشكالية هو أنه لعدة سنوات من 2016 ما وقعتش انتدابات في وزارة التربية. من 2011 الانتدابات اللي وقعت بصفة ظرفية وفي أطر معينة وما كانش عندها التأثير الإيجابي على المنظومة التربوية، وهذاك علاش اليوم نعيشوا في هالوضع الصعيب هذا. اليوم احنا بالقرارات اللي خذتهم الحكومة خاصة في تحسين وضعية النواب اللي هم 8000 اليوم، وخاصة في انتدابات جديدة على مستوى القيمين والمرشدين، فما نقلة لوعية وقعت. اليوم مثلا قلت لك اكثر معناها جل الفصول اليوم تخدم والتلامذة الكل في 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 مدارسها. تبقى صحيح فما ظاهره اللي لازمنا نعترفوا بها واحنا عمرنا ما انكرناها، هي ظاهره الاكتظاظ. الاكتظاظ اليوم ولا بصفه غير معقوله في بعض الولايات نتاع الجمهوريه، راهو مش في كامل تراب الجمهوريه، في بعض الولايات اللي تعرف اكتظاظ معين وتعرف احياء شعبيه فما اليوم مشاكل في المدارس. ما فماش 40 ولكن فما 34 و35، وهذا احنا كل مره معناها نشوفوا فما عمليه كيما هكا نتداخلوا. فما في البكالوريا لهنا مش بعيد في حي التضامن يظهر لي فما قسم بكالوريا فوق ل 40 تلميذ. مستحيل موجود. مستحيل موجود. واذا كان موجود محمود المسعدي، واذا كان موجود كيما قالوا لنا، مثلا قالوا لنا في بير مروه فما فصل فيه 45، دخلنا في نهارها ولا ثلاثه فصول ب 25، معناها ما فماش وقت لي فما مشكل احنا نجابوه المشكله هذه، ولكن ظهرت الاكتظاظ موجوده كيما قلت لك على خاطر ما فماش الفصول اللازمه، وموجوده خاطر فما اليوم نسق نمو ديموغرافي اللي نبهت له انا في اطر اخرى، واللي نعاود اليوم ننبه للخطوره نتاعو اللي باش يكون كارثه على المنظومه التربويه وكارثه على المجتمع التونسي. اذا كان 42 الف تلميذ اللي جديد وجيل سميته جيل جان في 2011. لا ما قلتش جيل جان، لا هاش قلت يقولوا بالضبط دفعه جان في 2011 و12. شوف السنه الفارطه انا ما زلت كي دخلت للوزاره جينا اكتشفنا 25 ألف تلميذ. وقت اللي طلبت قلت علاش فما 25 ألف تلميذ جديد، قالوا لنا راهي هذوما جيل 14 جانفي. سكتنا. لكن اليوم
كي نلقاو السنة 42 ألف تلميذ جديد وعام الجاي باش تولي 60 ألف تلميذ جديد وفي 2029 باش يوليو 3 ملايين معناها ثلث عدد التلامذة اليوم باش يولي في 2029 وقت الدولة مش محضرة وحتى دولة اليوم تنجم تحضر روحها في ظرف قصير باش تجابه هالتدفق الهام هذا العدد الهام نتاع التلامذة. حسب أرقامك سيد الوزير وتصريحاتك في 2029 3 ملايين تلميذ باش يكونوا في المدارس التونسية لو ما حاربناش الظاهرة هذه. قلت أكبر خطر على تونس الشيء هذا، أنت سميته حسب ما قلت أنت في عملية اتصالية للفت الانتباه ولا الجلب حتى الأنظار على الملف هذا، قلت وسميته جيل الكوفرفو جيل حظر التجوال. اليوم شنو الخطر بالضبط وقت اللي نعرفوا انه ارتفاع النسمه في العاده تنتفع بها البلدان؟ علاش نحن يكون العكس في بلادنا؟ هاقول لك علاش. خطر اولا بلادنا ما تتحملش، اول حاجه. ثاني حاجه ما عندهاش الموارد باش تتحمل عدد معين. انا ديما نعطي المثال نتاع سوريا وتونس. في الستينات سوريا وتونس انطلقوا من نفس عدد المواطنين. اليوم سوريا في 23 ولا 24 مليون وتونس في 12 مليون فحسب. تونس كانت عندها سياسة واضحة في المجال هذا، والسياسة هذه راهي سياسة هامة بالنسبة لمستقبل المنظومة التربوية. يلزم نعاود ونرجعوا لتنظيم النسل والتنظيم العائلي. راهو هاتوا تتذكروا مع الأسف إن شاء الله ما نتذكروش، أما راهي مسألة خطيرة يلزمنا ننظروا لها بعين الجدية وتوا. نرجع لمشاكل العودة المدرسية. قلت وأنه فما ظاهرة متاع نقص في عدد المعلمين والأساتذة. اليوم بعد أسبوعين من العودة المدرسية قداش مازال عندكم نقص؟ 120 أستاذ مازال ناقص، 120 أستاذ. مبدئيا الأسبوع القادم تكون الأساتذة الكل معنا المعلمين خاصة، راهو النقص الكبير، نقص كبير في المعلمين الابتدائي. في الأساتذة ما فماش إشكاليات وما فماش وصول، ما فماش معنا حتى معناها ما فماش حاجه اللي تجلب النظر. 2500 تلميذ صرحت سيد الوزير مازالوا ما التحقوش باقسامهم. 2500 تلميذ عدد كبير، هذا الاسبوع الفارط. احنا اليوم نتصوروا اللي العدد هذا باش يتقلص بصفه كبيره ياسر، خاطر عملنا اهرامات جديده ولقينا كيفاش اما راهو العدد هذا عملناه 80,000. هذاك علاش احنا ما نغزروش ديما للماضي، لازمنا نشوفوا ونقارنوا فين كنا وفين اصبحنا اليوم، اصبحنا كيفاش بمجهودات الجميع. سيد الوزير علاش الأشغال متاع الصيانة ما تبدأ كان أسبوع قبل العودة المدرسية؟ معناها هما يبدأوا باش يقراوا ويبدأ التصليح منا ومنا ومنا، معناتها الصورة اللي تنقلتها وسائل الإعلام كانت صورة خايبة برشا المدرسة التونسية. شوف هذا صحيح، حتى صورة المدرسة التونسية متاع سنوات. هذا صحيح، ولكن رانا يلزمنا زادة ننظروا للواقع بكل موضوعية. شوف احنا عندنا 6107 مؤسسة تربوية، 6107 صحيح، عندنا أكثر من 500 مؤسسة اليوم وبصفة استثنائية في تاريخ المنظومة التربوية فيهم أشغال. فيهم اللي وفاء، فيهم اللي عدوا بشوفه، وفيهم اللي مازال. اللي يلزم يعرفه المواطن واللي يلزم يعرفوه المربين وإحنا كلمناهم وحسسناهم هو أنه الأشغال في البنية التحتية بتاع المنظومة التربوية ما تنجم تكون كان في شهرين ونص ثلاثة شهر بتاع الصيف. علاش؟ خاطر تسعة شهر ما تنجمش تعمل حتى نوعيه من الاشغال في المدارس. هذيك علاش تخلق المشاكل اليوم. يلزمنا نحبوا، يلزمنا نعرف علاش ما تبداش الاشغال، هما عندهم شهرين ونص تقريبا عطل، علاش ما تبداش مباشره عن توقف الدروس؟ حتى وكان تبدا قبل شهرين ونص مستحيل كانت نجم تكملها. علاش؟ خاطر فما مشاكل كبيره ياسر، فما مشاكل تاع صفقات عموميه انا دائما وابدا نتحدث فيها في مجلس الوزراء. يلزمنا نبسطوا الاجراءات الاداريه والماليه للصفقات العموميه، فهمت؟ هذه حاجة هامة. ثاني حاجة المقاولين اللي جي عندهم الصفقات هذه عادة ما يكونوا مقاولين ما عندهمش إمكانيات، أول إشكالية تصير لهم خاصة في الدفع توقف عملية الواحد. فما مشاكل كبيرة على مستوى المنظومة، على مستوى البنية التحتية وصيانتها، على خاطر عنا هالمشاكل هذه اللي ولات مشاكل هيكلية يلزمها حلول جذرية. الحلول الجذرية ما يقبلوهاش العباد. الحل الجذري مثلا تولي في كل ولايه، الحل الجذري تولي في كل ولايه الصيانه هذه تعطى المؤسسات كبيره. واذا كان عطيت المؤسسات كبيره معناها مصداقيه اكثر وجديه اكثر، لكن في نفس الوقت تربح الاجال، معناها تربح الاجال وتربح الجوده وتربح عده حاجات، ولكن في نفس الوقت خرجت المؤسسات الصغرى من اللعبه هذه اللي هي تعيش في عديد مئات العائلات. اذا يلزمنا نقرروا
وهذاك علاش القرار في مجال التربية قرار صعيب. سيد الوزير، أنتم مرصدتم أكثر من 180 مليون دينار للصيانة أثناء الإصلاحات الكبرى في المدارس والمؤسسات التربوية، لكن لليوم 1131 مؤسسة تربوية بدون ماء صالح للشرب. شوف لليوم نحكي هوني على مسألة حياتية تقريبا. باش نزيد نعطيك رقم معناها أكبر، احنا عندنا 2400 مؤسسة اللي فيها اضطرابات في تزويد المياه، اضطرابات. مشروع كبير مع وزارة التربية، مع وزارة الفلاحة، مشروع كبير باش نبنيو خزانات وباش نمكنوا بعض العاتي حاملي شهادات عليا عاتين عمل باش ينجموا يزودوا الخزانات هذيك ونخلقوا حركية اقتصادية حول الماء. تبقى راهو إشكالية الماء هي إشكالية الريف. اليوم بنينا في كل مكان، خاطر حابين المدرسة تكون في كل مكان. نتيجة من نتائج السياسة هذه هي أنه بعض الأساسيات كيما الماء مفقودة. اللي نأكد عليه هو أنه معناها زوز وزارات عاملين جهد ليس له مثيل، قلت ليس له مثيل، ولكن ما زلنا بعاد على خاطر الإشكالات، إشكالات فيها تراكمات وفيها مشاكل كبيرة صارت قبل وما تنجمش تتحل بعصا سحرية في بضع أسابيع ولا في بضع أشهر. سيد الوزير، فيما يخص البنية التحتية كذلك، نحكي على مشاكل تقريبا على مستوى البنية التحتية عامة في البلاد التونسية، هذا مش جديد علينا وفي نفس الوقت مش غريب، لكن اللي نتسائل حوله اليوم هو حقيقة الإمكانيات اللي تتوفر للمدارس والمؤسسات التربوية باش تقري بالبيداغوجيا الجديدة. هل اليوم قاعدين نوفروا في هالإمكانيات وفي هالتجهيزات وإلا ما زلنا نخدموا على الأساسيات؟ لا، كل صراحة ما زالت مدرستنا تخدم معناها الطرق التقليدية، وما زالت وكل صراحة تقليدية أو حتى الرجعية. سيد الوزير، أنا كل صراحة أنا مشيت لسليانة، مشيت لسليانة، في سليانة ما زالوا يستعملوا، قاموا معناها يستعملوا في التباشير وفي الصبورات اللوحية. هذا مش معقول، هذا مش معقول بالكل في عالم التكنولوجيات الحديثة وعالم الثورة الرقمية. مش معقول احنا باش نكونوا في المستوى هذا. رانا وخرنا بصفة غير معقولة بالنسبة لرقمنة المدرسة، رقمنة المدرسة واستعمال التكنولوجيات الحديثة. ما زلنا اليوم فما برنامج كامل ترى تعطيني فرصة نحكي فيه، ولكن ما نجموش نحكيو على رقمنة منظومة التعليم ولا منظومة التربية في تونس وما زالت المشاكل هذه وما زال يقطع آلاف الكيلومترات باش يمشي للمدرسة، في تايلاند ما عندوش تواليت وما عندوش آسيا حتى شرب ماء في المدرسة. في تايلاندا في آسيا في الأدغال، التلامذة تقرأ بالبورتابل ولا فما لا أقسام ولا مطر تصب 24 ساعة على 24 ساعة، تقرأ في الأدغال بالبورتابل. اليوم يلزمنا نفهموا اللي راهو مش خاطر فما قسم وفما طواول وفما سبورة وفما معلم معناها باش نقرأ وباش ننجح. اليوم الأمور قاعدة تتغير. سنغافورة اللي هي الأولى على مستوى العالم بالنسبة لجودة التعليم، سنغافورة معدل الأقسام في سنغافورة 48 تلميذ في القسم. معناها احنا شي يلزمنا، احنا يلزمنا نستثمروا في المنظومة التربوية خاطر أولادنا وتلامذتنا يستحقوا، والمربين عندهم الامكانيات الهائله باش يوضعوا انفسهم في المستوى هذا. ولكن ما يزيدش نطموح في ما في وين للمصلين. طموح مشروع والمتى اللي تحبوا تحققوه اكيد مشروع، ولكن فما واقع يحكم فينا. فما شفت الصور نتاع معهد شابي يظل في حي الانطلاقه نهار العوده المدرسيه كيفاش حاله الفوضى، شفت عده مدارس يقراو القسم ما تنجمش تدخل له. قداش فما من مدرسه 20 50 مشروع عليكم انتم انكم تخموا حتى، ولكن الواقع غير ذلك. اكثر من 5000 معناها قرابة 6000 مدرسة ماشية عادية، فما مدارس فيهم مشاكل عمرنا ما أنكرنا هذا. تبقى راهو المجهود هذايا يلزم يكون مجهود جماعي، راهو ما ينجمش يكون مجهود دولة فحسب. احنا الإمكانات الموجودة الكل قاعدين نحطوا فيها، قاعدين ناخذوا في قروضات من المؤسسات الدولية. عندنا اليوم ما يقارب 600 أو 700 مليون دينار باش نضخوها في العملية هذه نتاع إصلاح المؤسسات التربوية، ولكن راهو مش كن فيكون. راهو باش تبني قسم يلزمك على الأقل 3 أشهر، راهو باش ترمم مدرسة وباش تسون مدرسة يلزمك أشهر وأشهر إذا كان المقاول مشى معاك معناها بالطريقة. ما نجمش نخدم الجزء هذايا وائل من غير ما نحكي على الغلاء في الأدوات المدرسية، من غير ما نحكي على المحفظة نتاع التلميذ اللي ساعات بدأ أكبر منه واللي يبدأ يهزز فيها يقاسي فيها مسكين. ما نجمش نحكي على غياب الكراس المدعم واللي برشا أولياء ونقابلوهم كل يوم ونمشيو للمكتبات باش ناخذوا الفورنيتور
نتاع صغيراتنا ويقولوا لنا راهو ما فماش كراس مدعم، رانا تعبنا، راهو فما كراسات ب 14 دينار مش معقوله، وتلميذ سنه ثانيه وسنه ثالثه وسنه رابعه يطلبوا عليه ثلاثه كراسات، كل كراسه ب 14 دينار. هذا مش معقول. العوده المدرسيه ولات مكلفه جدا بالنسبه للعائله. هذا مش معقول. وانا لاحظت شخصيا اللي غلاء المواد المدرسيه معناها حاجه يلزمها نرفضوها. هذه اول حاجه. احنا على مستوى وزاره التربيه الكتب، حتى كتاب ما تزاد الكتب، الدوله تحط 4 ملايين دينار كل سنه دعما للكتاب المدرسي. حتى كتاب مدرسي ما زاد مليم. هذه اول حاجه. ثاني حاجه لاحظنا اللي السنه الكراسات المدعمه معناها اضمحلت من الأسواق ومشيت للأسواق الموازية، ووزارة التجارة مشكورة قامت بعدة عمليات وحجزت أكثر من 30,000 كراس مدعم. علاش صار هذا؟ وأنا راني ما نرمي في الحجر على حتى حد. هذا صار خاطر الكراس المدعم حقه تتحكم فيه وزارة التربية، وزارة التربية ما عندها عليه حتى إمكانية نتاع تحكم. السنة طلبنا من مجلس وزاري اللي وقع، طلبنا منه باش عدد معين على الأقل 50% من الكراس المدعم يولي يتصنع في المركز الوطني البيداغوجي. إذا كان وصلنا وعام الجاي هذا اللي باش يكون، عام الجاي حاسبونا بالكراس المدعم. ونحب نذكر حاجة، السنة سمعتوش ما لقيتش الكتاب الفلاني، وسمعتوش هاو التيتر الفلاني ضايع، وهاو ما فماش، وهاو الكتب، ما سمعنا حتى شيء من هذا. حتى فما شويه نقص في الكتب البيداغوجيه بالنسبه للمعلمين، فما شويه نقص بالنسبه للمعلمين، بالنسبه للتلامذه، حتى بالنسبه للمعلمين ما فماش حاجه اللي تجذب النظر. بالنسبه للتلامذه الكتب الكل كانت متوفره. كيفاش هذا؟ راقدين احنا نتفرجوا، فما ماكينه كامله تخدم، رجعت تخدم، وفما اشياء قاعده توقع. ما تتصورش اليوم العراقيل والمشاكل اللي وقعت لنا باش نستوردوا الورق. وبالرغم من التاخير في استيراد الورق الكتب حضرت، وحتى حد ما تكلم عن الكتب، ولنا طالبين لا جزاء ولا شكورا، ولكن يلزم نستعرفوا اللي فما حاجات قاعده تقدم. سيد الوزير، اليوم كي الاستاذ او المعلم يطلب ويطالب التلميذ بكراس معين اللي هو باهظ جدا، نحكيو على اسعار غير هذا معقول، يساق. هذا معقول أم لا؟ قانوني أم لا؟ هذا محجر وغير قانوني. ولأول مرة في تاريخ العودة المدرسية وزير التربية يمضي منشور يطلب فيه من الأساتذة والمعلمين باش ما ياخذوا كان كراسات في متناول التلامذة، وما تفوتش الكراسة 24 صفحة. برا شوفوا المنشور لأول مرة في تاريخ العودة المدرسية، وبعثنا متفقدين على العموم. احنا عنا صغيراتنا يقراوا ونشوفوا في الناس. شوف نقول لك الأولياء زاد الكراسات المطلوبة لبورتفوليو سانك كل الأنواع الكل. شوية من حنا وشوية من رطابة الدين، الأولياء زاد يدخلوا في ساعات في مصاريف اللي هي ايش. الأستاذ ولا المعلم اللي يجبرك باش تعمل حاجة عندك المدير وعندك المندوبيه الجهويه واحنا بالمرصاد. نختموا الجزء الاول هذايا، نمشيو للتعليم الخاص، نشوفوا تقرير مع زميلنا نزار الزغدودي ونكملوا حديثنا سيد الوزير. تعرف تونس في السنوات الأخيرة انتشار وتوسع كبير للمؤسسات التربوية الخاصة اللي انتشرت بالأساس في المدن الكبرى ذات الكثافة السكانية العالية. المؤسسات هذه في ارتفاع متواصل، وين بلغ عدد المدارس الخاصة بالمرحلة الابتدائية للموسم الفارط 532 مدرسة مقابل 322 مؤسسة موسم 2016-2017. خيار اللجوء للمدرسة الخاصة رغم تكاليفها الباهظة تتعدد أسبابه، لكن أبرزها تنحصر في أمال الأولياء تلقين أبنائهم تعليم أفضل بعيد عن التقطعات المتكررة والتجاذبات النقابية الحكومية، فضلا عن كون المؤسسات هذه تمتاز بتركيزها على اللغات الأجنبية وتخصص وقت أكبر للأنشطة الفنية والترفيهية على حد تعبير الأولياء. تطور نتاج المدرسة الخاصة أولا على حكاية الضربات اللي موجودة في المدارس العمومية، ثانيا على المستوى. بالنسبة للمدارس الخاصة نحس كون المستوى بتاع التلميذ يكون أحسن برشا من مستوى التعليم الحكومي. مش تكلف فلوس أكيد، احنا كنا نفضل لو كان جات المدارس العمومية في نفس المستوى، ومن التلازوش معناتها باش ترسينا نقيريو في ولادنا معناتها بالفلوس. ظروف الخدمة انك تخدم صباح الليل تخليك تحط ولدك في البريفي يقراو صباح وعشية، النتائج اللي هي معناتها تحكي على روحها. احنا توا ولينا ما منخمو انك توصل تقري ولدك حتى للباك في المدرسه الخاصه، خاطر علاش؟ خاطر حتى في لي كوليج وفي حتى الكوليج بيلوت ساعه كروز صغير يقعد لبرا في الشارع،
معناتها الاج دو 13 ans 14 ans مازال معناتها ديجا هو سيبل حاجه سهله برشا للانحراف سيبل الي سيبل معناتها بار كونتر في المدرسه الخاصه ما يخرجش تحط صغيرك منين تحطو تهزو هذيك سي ان غران افونتاج اهم حاجه هي لا سيكوريتي ولونتوراج والفريكونتاسيون. عند الاستماع لبعض الاولياء يبدو الامر منطقي وعادي في جزء منه، لكن تصبح الامور اكثر تعقيد عندما يتعلق الامر بالاولياء الاساتذه المباشرين بالمدارس العموميه وابنائهم مرسمين بالمدارس الخاصه. كأستاذة بالطبيعة باش نغير على المدرسة العمومية بالطبيعة ماذا بيا الناس الكل تمشي للمدرسة العمومية والناس الكل تشجع، أما كوالية زادة كي نشوف جرافات وكي نشوف ولدي هاو نهار قراها ونهار ما قراش هي نتيجة طلعتها وما خذاش كارنيا وما خذاش بولتان نرخ ونحتاط. أنا رجل تعليم وصغيراتي يقراو في الخاص ببساطة، باش نقول لك علاش. التعليم العمومي مع الأسف الشديد انتحر. مشى التعليم العمومي مشى والمؤشرات برشا، اولا المستوى طايح، ثانيا الاخلاق ما مش عطيك انا فما الظاهره متفشيه داخل المؤسسات التربويه المخدرات داخل الناس الكل تعرف شي ثم حتى احصائيات في الشيء هذا اليوتيوب الدروس الخصوصيه زمن المدرسي جداول الاوقات مع الاسف الشديد ما يتخدموش لمصلحه التلميذ يتخدموا لمصلحه ولد المعلمه ولد الاستاذه في الكاردوري وفي الكذا. شهادات تطرح أكثر من سؤال بخصوص المنظومة التربوية العمومية وتخلي المراجعة وإعادة الهيكلة أمر ملح أكثر من أي وقت آخر، خاصة وأنه تصنيفات تونس على الصعيد الدولي ما تطمنش، فهي تحتل المرتبة 7 عربيا و84 عالميا من حيث جودة التعليم وفق مؤشرات البرنامج الدولي لتقييم التعليم اللي شمل 140 دولة. التعليم الخاص سيد الوزير رغم أنه الشهادات كانت في أغلبها إيجابية إلا أنه هذا ما يعنيش وأنه فما برشا إخلالات في التعليم الخاص، فما برشا انفلات، عدد المؤسسات التعليمية الخاصة قاعد يزداد بشكل رهيب سنويا وكأنه ما فماش رقابة على المؤسسات هذه. أنا نحب ساعة مبدئيا نقول اللي أنا دائما وأبدا كنت ندعم التعليم الخاص ونعتبر أنه التعليم الخاص ينجم يكون إلى جانب التعليم العمومي، ولكن السنوات الأخيرة صارت فيها انفلاتات وتجاوزات اللي ما نجموش نقعدوا ساكتين عليها اليوم. اللي وريتوه ما عنده حتى سيلة بالحقيقة اللي تعاني منها العائلات والأولياء من العديد والعديد من التعليم الخاص. أنا مش أقول لك حاجة، أنا ما فماش نهار في الوزارة ما تجينيش تقارير وما نخش قرارات فيما يخص مؤسسات تربوية خاصة اللي فيها التدليس، اللي فيها تجاوزات، اللي فيها معناها أشياء اللي غير مقبولة، اللي ما الفلوس ولات هي المعيار الوحيد بالنسبة للقراية. علاش الوزارة ما تضبطش تعريفة معينة في التعليم الخاص؟ لا يعني تحس بين المدرسة والمدرسة. احنا في دولة اللي فيها حرية المبادرة. الوزارة ما تنجمش تفرض تعريفة خاصة، ولكن الوزارة تنجم تفرض كراس شروط وتنجم تفرض معايير اللي ترجع المنظومة التربوية الخاصة إلى مستويات معقولة ومقبولة من الجميع. أنت قلت المتطفلين هلكوا القطاع، قطاع التعليم الخصاص كلهم هذوما المتطفلين قبل كل شيء. هذوما الناس اللي ما عندهم حتى صلة بالتعليم، هذوما التجار، هذوما الناس اللي حلوا كيما حبوا بيدهم ترخيص. وزارة التربية عطتهم ترخيص. فما العديد اللي ما خذوهش ترخيص، وهنا قاعدين توا نعملوا في تقييم، وتوا تسمعوا عن قريب القرارات الهامة اللي باش تاخذها وزارة التربية. أنا جمعت النقابات نتاع التعليم الخاص، وهما بيدهم طالبوني باش نتخذ قرارات صارمة، لأنه التجاوزات والمتطفلين هذوما معناها حتموا صورة التعليم الخاص. اليوم ما نجموش احنا نقبلوا باش التعليم الخاص يولي وكر، مش الكل، نعم مانيش أكيد احنا كي نحكيو، ولكن يولي وكر للفساد، يولي وكر للمخدرات، يولي وكر للتجاوزات البيداغوجية. فما أشياء قلت كل يوم ما فماش نهار ما تجينيش تفقدية وتقرير وما نخش قرارات. أي قرارات سيد الوزير؟ قرارات اللي ما تكونش صارمة في الحالة التالية ما تعمل حتى مفعول. قرارات إغلاق، قرارات عزل المديرين، فهمت؟ قرارات هامة قاعدين ناخذوا فيها ما تظهرش كما قلت، خاطر راهو هذا مجال واسع وكبير وإحنا ما نحبوش بيبليسيتي، إحنا نخدموا
ونعملوا ولكن ما نحبوش التلفز والبلاتوات فهمت؟ ضعف عددها خمس مرات المدارس الخاصة منذ 2010 ولكن هاوش باش يصير في المستقبل. احنا عددنا كراس شروط جديد، قلت لك فيه شروط ومعايير جديدة باش نعملوا ندوة مع الخاص، ندوة وطنية مع التعليم الخاص إن شاء الله في أوائل أكتوبر. احنا باش نوضعوا معايير، مثلا باش ناخذ لك مثال واحد مثال واحد اليوم انطلاقا من السنة القادمة، حتى موظف عمومي حتى أستاذ وحتى معلم ما عاد ينجم يقري في الخاص. يلزم الخاص يتحمل مسؤوليته في التعليم، ويلزم الخاص يولي معناها يعمل عقود قارة، ويلزموا ينتدب حتى في العقود الشهادة العليا. احنا في العقود حتى في العقود فما برشا ترافيك، لا 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 فما ناس قاعده ما عندهاش حتى شهاده وقاعدين يعملوا لهم في دي كونترا ويقريوا في الصغيرات. لا, 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 لا الكونترا باش تولي تعمل وزاره التربيه معناها باقل ب 500 دينار واجا قري قداش من ساعه. الكونترا باش تولي، شوف قلت لك فما ثوره باش تدخل راه هذاك علاش تو تسمع وتو فما ناس باش تعجبها الى اخره، ولكن احنا كيما العاده باش نطبقوا القانون. احنا غدوه الكونتراتوات هذوما العقود هذوما باش تولي تعملهم وزاره التربيه. يعني الاستاذ اللي يقري في المعاهد الخاصه والمدارس الخاصه باش تولي التربيه وزاره التربيه هي اللي تعمل العقد نتاعو، والعقد نتاعو يحترم مجله الشغل، والعقد نتاعو يضمن له معناها الديمومه في القرايه فهمت، مش تدخل سنه وتخرج عام الجاي، يضمن له الاجر، يلزم الاجر نتاع الناس هذوما يكون نفس الاجر في العمومي باش يكون فرد مستوى. وزد على ذلك احنا قررنا الناس هذوما قلنا لهم حتى بيداغوجيا احنا نكونوهم في الاول باش نعطيكم الامكانيه باش تكون انتم عندكم مستويات معينه، ولكن هذا باش نكملوا بالطريقه هذه وبدون قيود وبدون رقابه هذا ما نجمش. انت قلت لي سيد الوزير انه اللي تعدى في التقرير ما عنده حتى علاقه بالواقع، ولكن نحب ولا نكر وشفت شهادات المواطنين، وانا راني مانيش معناها موقفي مش لاني مع التعليم الخاص، ولا انا عندي اللي يقرا في الخاص وعندي اللي يقرا في العمومي، ولكن المواطن اليوم يخرج في ولده من العمومي ويهز فيه للتعليم الخاص، وشفت انت الاسباب عديده منها الاحتجاجات والاضرابات المتكرره، منها انه صغير وكي يحطوا في المدرسه يحطوا 8 نتاع الصباح يرجع له الاربعه ولا الخمسه نتاع العشيه يتهني عليه ما يخرجش، ما فماش اطار البر، ما فماش اغراءات، فماش جرائم البر ممكن يتعرضلها صغيره. بالرغم من هذا كل عام خاصه من عام ناول كل عام وفما مثلا سنه ما يقارب 3000 تلميذ رجعوا من الخاص رجعوا للعموم م-م. 3000 تلميذ ونشوفوا فيها احنا في وسط العام كيفاش التلامذه وقت اللي تكتشف المشاكل تحب ترجع للعمومي. راهو سيد الوزير ممكن هذا فيه جزء نوعا ما من الحقيقه الموازيه، خلينا نقولوا علاش 3000 غادروا الخاص، هل غادروا لانه الجوده افضل في العمومي؟ ما نعرفوش. لا لو فما دراسه لانه التكاليف الماديه ما عادش قادرين عليها، القدره الشرائيه نتاع العائله. ضمانات النجاح، ضمانات النجاح اهم واكثر في العمومي. راهو يسمكم تاخذوا الارقام، راهو 99.99% من النجاحات في السيزيام في النافيام في البكالوريا راهي عمومي. راهو لي ماجور الكل يخرجوا من العمومي، راهي معناها الميدسين وغيرها والكل 99% منهم من العمومي. بلكش تخابوا معناها فما وجه مقارنه، فما حتى وجه مقارنه، العمومي هو الساس. والعمومي لو كان نكملوا في تقدمنا وفي اصلاحاتنا في المقاربه هذه، العمومي راهو باش يرجع هو في الصداره. احدى المواطنات قالت قبيله كلمه، قالت انا يا خويا نحط صغيري البرة هاو فما ولا دروغ، هاو فما ولات برشا مشاكل، الصغير يتعرض لبرشا مشاكل، وتعرف توا تفشي الجريمه في بلادنا، عنف، اغتصاب، برشا حاجات معرض لها صغير. وزاره التربيه ما فكرتش في انها في التعليم العمومي الصغيرات هذوما في عضوه انهم يقعدوا يستناو معلم غايب يخرج لبرا، انه توفر لهم فضاء في المؤسسات حتى يكونوا ملمومين فيه، كما كنا قبل في الليسيات نتاعنا كانت فما قاعة للمطالعة ولا للمراجعة نعديوا فيها السوايع. وقت اللي كنا قبل كان فما 1,200,000 تلميذ، اليوم فما 2,120,000 تلميذ. أول حاجة. ثاني حاجة، صحيح هذا إشكال كبير، كل صراحة هذا إشكال كبير. إش حاولنا نعمل سنة لأول مرة سنة زادة في تاريخ المنظومة، عملنا حاولنا باش نبداو ما سميناه احنا بالجداول الموحدة. الجداول الموحدة صحيح راهي ماهيش بارفيت فهمت، ولكن الجداول الموحدة مكنتنا في العديد والعديد من الأحيان باش نقلصوا فك الساعات الجوفاء، هذه حاجة هامة. ثاني حاجة، احنا التغير الاستراتيجي اللي نحبوا ندخلوه في المنظومة التربوية هو زمن المدرسة. يلزم العباد تمشي معانا في الحصة الواحدة، يلزم النقابات كيما الأولياء،
يقتنعوا اللي راهي الحصة الواحدة هي مستقبل المنظومة التربوية. راهو العالم أجمع يخدم الحصة الواحدة، صحيح صعيبة وضعانها معناها فيسع معناها بسرعة، ولكن يلزمنا نبدأ فيها بكل جدية. الحصة الواحدة شنية؟ معناها يلزم الدراسة توقف في وقت معين، ماضي ساعتين ونص، ماضي ثلاثة على العشية، والتلميذ ما يخرجش من المدرسة، ما يخرجش من المعهد، التلميذ يقعد ولكن يقعد النشاطات الأخرى حتى الساعة السادسة نتاع العشية. نجم نوصل لهذا إذا كان نتفاهموا الكل ونقروا أن الحصة الواحدة هذه هي اللي باش تبدل، باش تغير وجه المنظومة التربوية، باش تولي مطاعم مدرسية، باش تولي الطفل يقعد في المدرسة، فهمت؟ هذا هو اللي باش يغير، يلزمنا نقبلوا هذا. مع الأسف اليوم فما جانب مطاعم المدرسية قابل. تصرفت عليها مئات الملايين وما زالت مغلقة وين؟ ما فماش مطاعم مدرسة، احنا اليوم حاولنا نحلوا الأكثر، تعرف اليوم في حلية أنا مطعم، حليت مطعم في حي الزهور في القصرين مقابل الشعابي، وقالوا لي لا وما تحلش، وحلينا مع السيد الوالي وحليناه، حلينا مطعم سكر كان في قارتنا موجود وحليناه، أول مرة في المنظومة التربوية 30 طباخ قاعد يقع انتدابهم اليوم، معناها عملنا إنشأنا بنك غذائي مدرسي لأول مرة في تاريخ المنظومة، إيش معناها البنك الغذائي المدرسي؟ معناها غدوة حتى مطعم مدرسي ما لازم ينقصوا حتى شيء. اليوم عندنا عدد كبير من المنقطعين على دراسة، تقريبا سنويا فما 100,000 أو أكثر ينقطعوا على الدراسة، في الوقت أنه الأرقام تصدمنا بأنه نسبة الأمية 19.1% في تونس. نسبة الأمية ارتفعت على خاطر سمعنا برنامج فرصتي يعني ما نعرفش فما امتداد في العمل نتاع الوزراء وإلا لا. شوف احنا أنا ما نخدمش بالوعود وبالواحد، أنا نخدم بالصحيح. نخدم شنو اللي نجم نعمل؟ احنا الظاهره هذه نتاع الانقطاع المدرسي كارثيه. باش نعطيك مثال، في تونس عندنا 2,120,000 تلميذ، 100,000 انقطاع في السنه، فرنسا عندهم 10 ملايين تلاميذ، 100,000 انقطاع في السنه. شوف معناها حجم الانقطاع قداش مغاير في تونس. لعده اسباب، فشل المنظومة التربوية في جانب صحيح، مشاكل متاع إعادة رسكلة بين قوسين هالتلامذة هذوما صحيح. اليوم منظومة التكوين المهني ما نجمتش تجابه، ما نجمتش تجابه، تدفق كبير ياسر. الناس هذوما ما يلزمهمش يقعدوا البرة. احنا باش بدينا، اولا بدينا توا بهذه مدرسة الفرصة الثانية، هذه مدرسة فرصة ثانية حتى في العقلية ثورة. راهو معناها التلميذ توا باش نحاولوا نرجعوا التلميذ، مش باش يقرا، خاطر شنو اللي صارت فرصتي؟ شنو اللي صار انه رجعنا التلامذه اللي خرجوا باش يقراوا، فسدوا بقيه التلامذه ودخلت بعضها المنظومه. وهذا مش ممكن. احنا هالمدارس هذه اللي باش نعملوها باش ننجزوها ماهيش هي راهي هو الحل الامثل، اكيد عددها اربعه مش الامثل، هي عددها اربعه مش حل، ولكن هي بدايه باش تكون عندها وطئ كبير ياسر، خاصه نفساني على التلامذه هذوما اللي يعرف هو اللي عنده امكانيه غدوه باش يمشي لهالمدرسه هذه باش يلقى روحه في اطار معناها في اطار تخش عليه في يوتيل، فهمت؟ وعنده امكانيات اللي باش تسخر له اكل اللي كره به المدرسه في وقت من الاوقات ربما يولي يحبها، ومش لازم المدرسه بركي، نجم يكون حتى مسار مهني. اذا فما جواب غير كافي، هذه جويليا القادم، جويليا القادم، ولكن غير كافي. الرد الحقيقي هو تأهيل أو إعادة تأهيل أو تعصير منظومة التكوين المهني، وهذا الحكومة علاش قاعدة تخدم هالأيام. نمشي، ويظهر لي لأن الوقت ذهب فينا، نمشي للخلافات مع نقابات التعليم بشكل عام، ونرجع ونحكي ونشوف تقرير زميلنا نزار زغدودي. أنيسة زوي في المونتاج. عرفت السنة الدراسية الفارطة عديد التقلبات والتجاذبات بين نقابات التعليم خاصة الثانوي ووزارة التربية، على خلفية جملة من المطالب النقابية تخص سن التقاعد، إصلاح المنظومة التربوية، تحسين الوضع المادي للمربين، وتجريم الاعتداء على الإطارات والمؤسسات التربوية. 4 ديسمبر 2017 الهيئة الإدارية القطاعية للجامعة العامة للتعليم الثانوي تنعقد وتقر جملة من التحركات الاحتجاجية. 6 ديسمبر دخول كافة مؤسسات التعليم الإعدادي والثانوي في إضراب احتجاجي إنذاري تعطلت بموجب الدروس كامل اليوم. 19 ديسمبر تجمع احتجاجي وطني لأساتذة التعليم الثانوي أمام مجلس نواب الشعب. 11 جانفي 2018 الهيئة الإدارية القطاعية للجامعة العامة للتعليم الثانوي تنعقد وتقرر حجب أعداد التلاميذ عن الإدارة خلال السداسي الأول. 1 فيفري تجمع وطني للأساتذة أمام وزارة التربية. 15 فيفري إضراب عام بكافة المدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية العمومية. 27 فيفري
الهيئة الإدارية لجامعة التعليم الثانوي تدعو إلى إضراب حضوري كامل يوم 28 مارس وتقر مواصلة حجب أعداد الثلاثي الثاني عن الإدارة. إذن سيد الوزير، إسنا المواطنين أول ما رجعت العودة المدرسية زعمة فما إضرابات، إسنا زعمة باش تكون سنة دراسية كما العام الماضي وإلا لا، زعمة باش يوفى بين قوسين هالكابوس نتاع الخلافات بين وزارة التربية ونقابات التعليم وإلا لا. شوف، الخلافات ما خلقتهمش أنا، كانوا موجودين من قبل هذه أول حاجة، وموجودين مع نقابة معينة الأسباب اللي تعرفوها أنتم. جامعة العام للتعليم تحكي. احنا شو نقولوا؟ انا شو نقول؟ انا دائما انا غيرت المقولة، التلميذ هو محور العملية التربوية. وقلت المربي، وتو شاء الله نهار تفهموها هذه، المربي هو محور العملية التربوية. علاش؟ خاطر انا نأمن اذا كان المربي ما عندوش المكانة والهيبة والقدر والأجر الكافي، المربي هذايا ما ينجمش يكون. وهذا اللي طالب به نقابات التعليم، هذا اللي طالب به، نطالبوا به احنا قبل نقابات التعليم، نطالبوا به احنا قبل نقابات التعليم. انا فين نمشي؟ هذا هو الهدف نتاعي. احنا علاش داخلين في الاصلاحات معناها هذوما وفي التغيرات هذوما؟ علاش؟ خاطر نعتبر انه العمليه الكل لازمها ترجع للمربي، يلزمها ترجع له هو، يلزم هو يسترجع مكانته في التكوين، في البيداغوجيا، في المستويات، في انتاجه العلمي والفكري. المعلم والاستاذ يلزمه يرجع. هذا انا الهدف الاساسي نتاعي بكل الطرق. وهذاك علاش انا هناك نشوف، راني مانيش ضد التوجه جامعه الثانوي، بالعكس احنا ماشيين في هذا. اتبقى نختلف على شنو؟ نختلف على توا. انا توا ما عنديش، ما نجمش. انا شحب؟ انا نحب نبني بالمراحل ونبني للمستقبل، ونحب حاجه اساسيه وهذه نحب ناكد عليها، الثقه. راهي هذه مدرسه الثقه والا لا تكون. اذا كان نثقوا بعضنا ونمشيو في الطريق اللي احنا مسطرينه مع بعضنا، هذاك في نجم نتقدموا. فما 9 نقابات في التعليم، 9 نقابات، ومع النقابات الكل احنا متوسمين الخير، ومع نقابة الثانوي متوسمين الخير، وقاعدين نخدموا على مسائل معناها مصيريه بالنسبه للمربين، كيما التقاعد المبكر مصيريه. وإن شاء الله أنا وضع كل ثقل متاعي باش نقدمه في الموضوع هذا، ولكن ما نجمش نقدم بالتهديد، هذا مستحيل. ما نجموش نقدمه بالوعيد، كيما احنا حطينا روحنا في مستوى معين يلزم ربما لأنه سبق، وأنه الوزارة قدمت مجموعة من الوعود ولكن لم تلتزم بها، وهذا نعرف الكل علاش، لأنه تعرف عمرنا ما قدمنا حتى صارت اللي وقت من اللي جيت أنا. لا هو مو امتداد، مش أنت معناتها أنت توا وزير تربية، ولكن فما امتداد لعمل الوزارات. ما فما حتى وعود، كل حاجة كل التزام تاع وزارة التربية أنا احترمته، ولكن فما حاجات فما طلبات اللي هي مستحيل اليوم كانت الدولة التونسية تنجم تجابها. يعني أنا سيد الوزير، وقت اللي أنا نتفق أو نكون فما اتفاق بين وبين الوزير السابق مثلا نجي جلول، يكون فما اتفاق على مجموعة من المطالب المادية مثلا، نعطي في مثال أنا، معناتها حضرتك توا تقول لي أنا ما نلتزمش به. لا ما قلتش هذا. أنا ما لقيتش التزامات مادية، ما لقيتش، أنا لقيت طلبات. خاطر دخلنا في المفاوضات بعد ما مشاسي نجي جلول، أنا لقيت طلبات. الطلبات هذه في وقت معين مستحيل كانت نجم الدولة تجابها. اليوم احنا قلنا خلينا نحطوا أشياء ربما تكون عندها تأثير أهم على المهنة وعلى مستقبل المربي. إذا كان حطينا الأشياء الأهم هذه، الطلبات الأخرى تجي معاها، ولكن تجي معقولة وفي متناول الدولة، وتكون الفائدة بطبيعة الحال النقابة والمربين. وراهو المربين هما نفسهم، ربين هما نفسهم، يقول لك راني ما نحبش الماديات، معناها مش بشرطه الماديات، يقول لك حسني وضعيتي في الترقيات، حسن هذا معناها احنا نحبوا نقدموا فيه. احنا وصلنا المربين معناها يشهروا بهم وعملوا، تتذكر الحادثه نتاع المعهد اللي في صفاقس، معناها وضعيه بالحق. وش عملت الوزاره؟ وشكون وقف في صفاقس؟ الوزاره هي اللي وقفت خايبه برشا المربين. الوزاره هي اللي وقفت الاولى. احنا كل مربي تصير له اقل حاجه في ساعه في ساعه، وكيل الجمهوريه وشكايات من وزاره التربيه، نحبوا القانون تجريم الاعتداء على المربين، نحبوا نعديوه، باش نعديوه في مجلس الوزراء. نحبوا نعديوه، خاطر هذايا انا بكي نتكلم على هيبه ونتكلم على قيمه ومقام الاستاذ والمربي بصفه عام، هذا ما يكونش اذا كان الاستاذ يلقى روحه وحده. وهذاك علاش احنا مثلا لاحظنا اللي داخل المعاهد، داخل خاصه المعاهد والاعداديات وخارجها في محيطها، فما اشكاليات امنيه،
وهذاك علاش احنا قاعدين ننظموا مع وزارة الداخلية في لجان مشتركة، نحبوا الأمن يكون ظاهر أكثر في محيط المؤسسة التربوية. راهي اليوم فما أشياء غير معقولة قاعدة تصير في المحيطات هذه. حدثت على مخاطر مسؤوليتنا احنا الكل، قلت مخاطر من كل الأنواع في محيط المدرسة التونسية. نحكيه بصفة عامة هوني على المعاهد بالأساس. سيد الوزير، كما في أمريكا، أنت مع دخول الشرطة للمدارس؟ لا لا، بكل صراحة أنا ضد دخول. أنا المدرسة حرمة، عندها حرمة وعندها قدوسية، هذه راهو من اللي كنت طالب في الجامعة. أنا ضد كشخص، لك الحكومة أخذت موقف هذيك حاجة أخرى، أما أنا كشخص ضد اقتحام المدارس، معناها ضد دخول أي نوع من الزي، معناها واحد داخل المدارس، خاطر المدرسة حاجة أخرى. ولكن أنا مع تماما، وقاعد نخدم توا باش محيط المدرسة يكون هو المحيط اللي تكون فيه حضور حقيقي للأمن، يوقف ضدك الظواهر اللي نشوفوا فيها. راهو ولادنا ساعات تكون في خطر، حتى أشياء عمرك ما تصورها في بالك، راهو فما حاجات مش معقولة، فما مختلين، فما ناس تبدأ فيك المحيط تاع المدرسة اللي ما تنجمش تخليه غاديك. هذه مسؤوليتنا احنا، ونحكيو حتى اليوم على إجرام منظم. نرجعوا للملفات ممكن الخلافية بين الوزارة والنقابة بالأساس، نقابة التعليم الثانوي. نحكيو على الدروس الخصوصية سيد الوزير، وانت الأول مرة تقريبا صعدت حتى لغويا في الحديث، حدثت على حرب، إعلان حرب تامة. أنا مش من طبيعتي نصعد، هذا هو، مش من طبيعتي نشخص، مش من طبيعتي شخص، ولكن اليوم الشيء اللي وصلنا له في مجال الدروس الخصوصية، توا في الوقت اللي نكلم فيك أنا، عباد تعمل في الدروس الخصوصية في الليالي اليوم، هذا راهو هذه ظاهرة. أولا ثقلة كاهل، تحكي على الطاقة الشرائية، الطاقة الشرائية متاع العائلات مثقلة وطايحة ومكسرة بالدروس الخصوصية قبل حتى حاجة أخرى. هذه زمنا نقفلها الظاهرة هذه. كيفاش نقفلها؟ نقفلها بإعادة تنظيم هالدروس هذه أول حاجة، وثاني حاجة لأنه هو شنو المشكل في الدروس الخصوصية؟ المشكل الخصوصية في الدروس الخصوصية هو الفلاغانديلي، هو الإثبات. حتى حد ما ينجم يثبت أنك أنت تعمل في دروس خصوصية، يلزم اليوم نبدل النصوص، وأنا قاعد نبدل في النصوص أول حاجة. وثاني حاجة اليوم معناها قررنا باش تكون فما دفعة جديدة، أكثر من 60 متفقد إداري ومالي جدد، الناس هذو ما يلزم يخرجوا، وباش نعملوا خط أخضر، وباش نسمعوا العباد. راهو مش معقول باش العائلات تدفع ب 300 و 400 و 500 دينار في الشهر، ومش مش معقول باش المنظومة البيداغوجية تتضرب في الصميم بالغونفلاج متاع الواحد متاع الأعداد، تضخيم الأعداد اللي هو غير مقبول تماما، غير مقبول. كيفاش هذه تقري في الدروس الخصوصيه والمواضيع والامتحانات تعطيها للتلامذه نتاعكم بعد تعديها في وسط الدروس الخصوصيه هكا؟ لا لا لا، كل اكثر شو اكثريه الدروس، المشاكل اللي صارت لنا السنه الكل في النموذج وغيره، خاطر الدروس الخصوصيه غلطه الاولياء يسخاب اللي خاطر الدروس الخصوصيه 17 و18 اللي ياخذها في وسط العام، هذيك اللي ياخذها في الامتحان، وهذا هو على صارت المشاكل. الوزير فما ناس من يبدا شهر سبتمبر وهما في الدروس، هما يتصلوا مش استاذه اللي قاري فيه، لا لا لا، مش استاذه اللي قاري فيه، الاولياء يتصلوا بعدد من الاساتذه لانه يحب يقوي ولده في الماده الفلانيه ولا في الماده الفلانيه، وهذا حق مشروع كل مواطن يحب انه ولده يكون الافضل، ولكن امور منظمه وفي اطار احترام القانون معدل. وفي اطار احترام القانون وبدون تثقيل كاهل الاولياء والعائلات، وهذا راهو موجود، معناها النظام والقوانين هذه راهي موجوده، حتى حد ما تبعها. مثلا وزير، الاستاذ ما ينجمش يقري تلامذته، يساق باش يقري تلامذته، اليوم الاساتذه تقري في تلامذته. سيد الوزير، قلت الدروس الخصوصيه لها دوره مسؤوليه تاريخيه في تحطيم المنظومه التربويه وخاصه على مستوى الجوده. اليوم نحكيو على علاقتكم بالنقابه اساسا في مقاومه الظاهره هذه الخارج عن القانون، تعتبر اولا انها متعاونه النقابه على مستوى مقاومه الدروس الخصوصيه؟ نعم، النقابه ضد الدروس الخصوصيه، ودائما وابدا في كل اجتماعاتنا يندوا بالدروس الخصوصيه ويقولوا خذوا مواقف واحنا معكم. هذه حاجه باهيه من ايجابيه، نعرفوا اللي هي في مصلحه الاساتذه كذلك، الدروس الخصوصيه بما انها تمثل مدخول مهم جدا، المدخول من 600 مليون دينار سنويا، المدخول هذاك تنجم تاخذه في اطار قانوني وباحترام المعايير اللي وضعتهم وزاره التربيه. علاش تعمل فيها بالسرقه وتعمل فيها في الجراجات تنجم تعملها في المعهد ومعناها برقابه وزاره التربيه والاساتذه زملائك، وتنجم تعملها بطريقه شفافه وشبيه. علاش لا، انا مانيش ضد، ولكن في اطار اللي هو يساعد الناس الكل، مش في إطار معناها
تنجم تقولوا السنه للابتزاز تقصد. باهي نحكيوا على الاصلاح التربوي برامجكم كوزاره التربيه، البرامج التعليميه اللي موجوده توا عملتوا شي تقييم؟ وانت حكيت في اكثر من مناسبه على عدد الاصفار في البكالوريا وعدد في عده مواد، معناها اليوم تخممش وزاره التربيه في انها تغير في البرامج التربويه او حتى تعمل تقييم تشوف بها مستوى الحقيقي للتلميذ، شنو اللي يصلح له وشنو اللي ما يصلحلوش؟ احنا اتفقنا مع نقابه الابتدائي لانه الابتدائي هو اساس المنظومه التربويه. الطفل اللي يوصل للسنه السادسه يعرف يقرا، يعرف يكتب ويعرف يحسب، ما عادش تخاف عليهم بعد. هذا مش الشيء اللي قاعدين نشوفه فيه اليوم، راه فما مشاكل كبيره على مستوى الابتدائي. هذاك علاش مع النقابه تفهمنا وضعنا برنامج كامل نتاع اصلاح، بدا ساعه بتخفيف الساعات ثم بدا بيوم السبت، هذه معناها العطله بتاع السبت. برشا اسئله جاتنا على يوم السبت، فما ناس تقرا وفما ناس ما تقراش، فما مديرين قالوا ما فماش امكانيه اني ما نقريش نهار السبت لاني ما عندي نقص في المعلمين. لا شوف، يوم السبت باش يكون اختياري. اش معناها اختياري؟ في اول السنه العائلات تختار. اللي نعرفوه هو اليوم بيداغوجيا وعلى اساس الاهرامات الموجوده في الاقسام اللي القسم الخامس والسادس ما ينجموش ما يقراوش نهار السبت، ولكن الاقسام الاخرى تنجم تكون نجم ما تقراش. احنا شنو نحبوا؟ احنا نحبوا نهار السبت هذايا ترجع الاولاد لعائلاتها، ترجع الاولاد لعائلاتها، راهو حتى التوازن العائلي الاسري راهو عنده اهميه كبيره، راهو التلميذ التونسي ما عادش ينجم، راهو التلميذ التونسي يبدا 7 نتاع الصباح ويوفى 8 نتاع الليل بالدروس الخصوصيه، مع التلميذ التونسي مرهق يلزم نهار السبت ولا حد يرجع لعائلته ويخرج مع عائلته ويتفرهد مع عائلته. هذا شنو نحبوا نعمله خاصه في الابتدائي، خاصه في الابتدائي. احنا اذا في الابتدائي زاد مسينا البرامج، اليوم عندنا لجنه برامج وعندنا لجنه رقمنه البرامج. لجنه البرامج تعيد النظر في برامج الابتدائي، خاطر يلزم التلميذ زاد يولي يعيش في عصره. مش معقول باش اليوم نحكيو للتلامذه حتى في الثانوي نحكيو لهم على اشياء اللي هي تعداها الزمن تماما. انا ديما ناخذ البرنامج نتاع الاعلاميه، تعرفوا اللي سنه دخلت الاعلاميه في السنه السابعه الثامنه والتاسعه والبريمير اني اللي ما كانتش موجوده، السنه اللي اول مره بدلنا برنامج الاعلاميه، برنامج الاعلاميه كان نتاع التسعينات. كل برامج وزاره التربيه ما وقعش تغييرها من 1990، البرامج اللي توضعت في السنوات هذيك ما تبدلتش بالكل. اليوم احنا توا بصدد تكوين لجان، واليوم البرامج باش تتمس باش عام الجاي ان شاء الله كما قلت انا في سبتمبر بتاع 2017 انه تولي عندنا برامج جديده وكتب جديده على الاقل، على الاقل في المواد الاساسيه اللي هي عندها تاثير على مستوى اللغات ايضا. سنه اللغات تبكير اللغات، لا مش سنه، العام الجاي السنه الفرنسيه السنه الثانيه والانجليزيه السنه الرابعه. او الفرنسيه السنه الثانيه نعدوها اي لازمنا نعدوا العباد، خاطر لازمك اساتذه باش تقريكم ومعلمين باش تقري اللغه الانجليزيه ولا وحسينا وشفنا اللي اللغات هي سبب من اسباب تدني المستوى، خاطر شفنا عملنا دراسات اذا كان اللغه ضعيفه النتائج ضعيفه. معناها احنا توا الوطن نتاعنا الكل حاطينه، ثقلنا الكل حاطينه على اللغات، وعملنا مركز، عملنا مخبر وطني للغات باش نكونوا مكونين ويلزم يمشوا لكامل اطراف الجمهوريه، وهذا هو البرنامج الاساسي نتاعنا، خاطر راهو اليوم المنظومه في حاجه للتكوين، المربين يطالبوا بالتكوين وما لقاوش تكوين. استراتيجية كاملة قاعدة تتوضع، مركز وطني للتكوين البيداغوجي أنشئ، معناها توا باش ندخلوا، باش ندخلوا في التأهيل، باش ندخلوا في النتائج. علاش قلت لك بكري نحب النتائج؟ ومع الأسف ما تظهرش النتائج في العام نفسه، ولكن توا تشوفوا التغيرات الاستراتيجية هذه اللي باش نوضعوها، توا تشوفوا الوطء نتاعها والتأثير نتاعها فيما بعد على المنظومة التربوية. عدم حناية النتائج هي اللي تفسر انسحاب تونس ومن مشاركتها في الاختبار الدولي بيزا اللي نعرفوه مهم ومهم برشا، سحب تونس من الاختبار هذايا يفسر ممكن النتائج المدهورة خلينا نقولوا أسرة تونس في الخارج. الله لا. وإلا لا، لأنك سيد الوزير أنت انتهجت منطق الإصلاح والشفافية في نفس الوقت. الله لا. أنت تحدثت على الكلفة. لكن شوف. لكن هي تمشي لمنطق الكلفة 800,000 أورو 2.5 مليون دينار. شوف كيف. هل الكلفة هذه تعتبر بهذا لتقييم موضوعي ومحايد للمنظومة التربوية في تونس؟ هاوش نقول لك علاش؟ أنا من اللي كنت قبل في 2008 كنت نحب نخرج تونس من المنظومة هذه. علاش؟ خاطر المنظومة هذه أولا فيها كلفة، أنا نقول 2.5 مليار نحطهم في مجموعات صحية خير من اللي نعطيهم المنظمة الدولية اللي هي عندها آلاف المليارات. هذه حاجة الأولى. الحاجة الثانية واللي هي معناها أساسية وهذاك هو السبب. السبب شنو؟ السبب هو أنه المعايير اللي موضوعة باش نقيسوا الجودة والمستوى بتاع تلامذتنا معايير ما عندها حتى دخل
بمعايير الموجودة في المنظومة التربوية التونسية. معناها معيز ولو طارو، معناها قد ما تعمل ترد صوابعك شمع ديما باش تكون نتيجتك انت ال 63 ولا 64 معناها في اخر المجموعه. علاش؟ خاطر هما الشروط اللي يوضعوها ما هيش موجوده متوفره اليوم في تونس، وما تنجمش تتوفر في تونس في سنه في سنتين او في ثلاث سنوات. هما عندهم مقاربات بيداغوجيه اخرى، ومش راهي مثلا نعطيك افضل من اللي عندنا سيد الوزير فرنسا على الاقل. فرنسا تري مال كلاسي في البيزا، ودول اخرى زاد هامه معناها ما عندهمش مرتبه باهيه في البيزا، ولكن هما ينجموا معناها يبوب سو بيرمت. احنا ما نجموش. احنا ايش قلنا نضمر واحنا ساعه نشوفوا ساعه شنو كيفاش نجموا نتاقلموا مع المعايير هذه، وفيما بعد نرجع للبيزا. معنا حتى مشكل كي قالت لي هي انت قبل الاخير ولا الاخير، راهي ما تغير لي حتى شيء في منظومتها. كل عام اخير وقبل الاخير اخير، ايش غيرت؟ ما غيرت حتى شيء. غيرت اللي توا 10 سنوات واحنا ندفع في اكثر من 800,000 اورو، معناها تعرف قد معناها 8 ملايين اورو، معناها اكثر من 24 مليار. هذا ما قالش به ربي. سيد الوزير، ربما تحب توجه كلمة للمربيين، نقابة التعليم، للأسرة التربوية بعد أسبوعين من انطلاق السنة الدراسية. شوف، أنا ساعة مرة أخرى نحب نهني الجميع بالعودة المدرسية متاع السنة، اللي بالرغم من مشاكلها كانت عودة مدرسية. أنا سادة الولاد ما فماش والي ما كلمنيش. السادة الولاد يقول لي أول مرة منذ 5 سنوات تصير عودة كما سنة. أول مرة منذ حتى 2011 تصير عودة كما سنة. مناش نشكره في بعضنا، أنا فما إكيب كاملة وفما عباد وفما ناس تخدم ليل ونهار، بما فيها المربين، بما فيها كالناس مساكن اللي وقفت ودهنت، أولياء، مديرين، معلمين يدهنوا ونظفوا إلى آخره. أنا شو نقول راهو احنا مرين سبيل، ولكن اللي يقعد هي تونس، والضمان متاع ديمومة تونس هي نجاح منظومتها التربوية. راهو اليوم ما عناش خيار آخر إلا الاستثمار في ذكاء التونسي. إذا كان ذكاء التونسي نسكره أنا بحاجات اللي هي خارجة على كل إطار هذاك، راهو احنا الكل خسرين. هذاك علاش أنا مرة أخرى نأكد على دور النقابات، نأكد على دور الوزارة، ولكن أيضا نقول لكل الناس اللي تتفرج فينا نستثيقوا بعضنا، نستثيقوا بعضنا. راهو ما نتصورش أنا وزير تربية جاي باش ينكل بفلان ولا باش ينتخم من فلتان. وزير التربية جاي باش يعاون وباش يخلقك الحركية هذيك، باش يعمل، باش ينجز، باش يقوم بكل ما لديه من طاقة وقوة بيداغوجية وعقلية وإنسانية وجسدية باش يوصل المنظومة هذية اللي احنا نتمناو ترجع المنظومة التربوية العمومية مصعد اجتماعي كما احنا عشنا وقرينا وقراتنا الدولة هذية باش نكونوا اليوم في المناصب اللي احنا فيها. علاش؟ خاطر أمننا بالمنظومة التربوية العمومية. قلت كانت ناجحة نجعة هادئة ومحايدة العودة المدرسية. سيد الوزير هات على بر أنها باش تكون هادئة وشبه الديمومة تقريبا، وخاصة الاستمرارية في الدراسة والعمل. أنا كل ما في وسعي من مجهودات باش نقوم بها، كل ما في وسعي. وإحنا دائما وأبدا نشوف ما فماش جسور مقطوعة، ما فما حتى شيء. كل ما في وسعي باش نقوم به أنا نقوم به، ونتوسم كل الخير، ونعرف زادة الأطراف الكل ما تتوسم كل الخير من وزارة التربية. نعم، شكرا لك سيد الوزير حاتم بن سالم على قبول دعوتنا في أول حصة من برنامج إلى متى. وإحنا وائل نتمناو طبعا لكل تلامذة النجاح والتوفيق، وتحية خاصة لكل المربين والأساتذة وكل العاملين في المدارس. أولادنا راهم أمانة بين يديكم، تخدموا باش تشوفوا هاك الفرحة في عينين الوالدين والصغيرات في آخر العام. شكرا لكم من القلب. نتقابل إن شاء الله مشاهدينا في أعداد قادمة من برنامج إلى متى. صباح الخير.